الله الرحمن الرحيم، حاليا متواجدين في منطقة كالكمة. راح نعرض لكم شق فيلا معروضة للبيع. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا الصورة الخارجي لها، مصورها بشكل جميل جدا. وعندنا هذا المدخل الأول للفيلا، وهنا عندنا مدخل المواقف، والفيلا الأرضية لها مصورة بالكامل. طبعا مثل ما انتم شايفين مدخل شرح جدا، يعني تكفي تقريبا 5 سيارات. عندنا الأخ أبو حاتم راح يشرح لنا الفيلا بالتفصيل. يا هلا ومرحبا يا متابعي، يعطيكم العافية. احنا الآن في هذه المنطقة اللي شرح لنا الأستاذ محمد، منطقة كالكمة. زي ما انتم شايفين قدامكم الفيلا، فيلا جميلة جدا ورائعة. الأرض المبنية عليها 3500 متر مربع. الفيلا عبارة عن 4 أدوار. الدور الأول القسم اللي تحت غرفتين وصالة مدخل الحال. القسم الثاني جاي على نظام تربليكس مدخل الحال 3 أدوار. إجماليها كلها تقريبا 4420 متر 4 أدوار كلها. تعالوا مع بعض نشوف الحديقة التابعة للفيلا. الفيلا جميلة جدا زي ما انتم شايفين تصميمها. الحجر الطبيعي التصميم اشتغل صاحب الفيلا. عندكم المنطقة هي منطقة حديقة حاط فيها أشجار نباتات حلوة. نسوي هنا كبير حلوة. منطقة رائعة جدا، الواحد يسترخي فيها يستقل. وعندكم الفيلا هذه إطلالتها، إطلالتها أيضا على البحر زي ما تشوفين. تابع الفيلا شيء جميل ورائع. لو تلاحظوا عندنا مواقف للسيارات، عندنا منطقة جلوس، مساحة خضراء، حاجة رائعة وراقية جدا ما شاء الله تبارك. مدخل الفيلا من هنا زي ما شايفين. عندنا أيضا منطقة التابعة من هنا نزول، ونزلنا على منطقة خلفية للفيلا. المدخل زي ما قلت لكم الدور الأول اللي هي غرفتين وصالة، ومدخل رئيس الفيلا من فوق. مساحة الفيلا أو الأرض اللي مبنية عليها 3500 نزول إلى تحت. الأرض هذه بالإضافة إلى نزول تحت تقريبا هنا نقدر نقول 1000 متر مربع، بالإضافة إلى 2000 متر مربع نزول إلى تحت، يعني تقدر تستفيد من المنطقة اللي تحت كمان بأي حاجة. شنو؟ تفضلوا معنا نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل. طبعا راح نشوف الفيلا لا من الداخل، وراح يشرح لنا الحاجة. هذه الجرفة اللي تشاهدينها على مدخل الفيلا، جرفة رائعة جدا وراقية. تفضل نشوف معنا تفاصيل الفيلا. المدخل زي ما انتم شايفين ديكوراتها جميلة وراقية جدا. مدخل الفيلا من هنا بيجيك على اليسار الصالة. شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، والأثاث من ضمن الفيلا من ضمن البيع. عندنا الرقم والمساحة هذه الكبيرة ما شاء الله تبارك الله. الطالة تقريبا نقدر نقول بانورامية، عندنا طالة البحر من هنا مع الطبيعة وطالة من هذا الجهة. مطبخ مفتوح على الصالة، الأجهزة الكهربائية راكبة فيه وجاهزة. تعالوا نشوف إطلالة البلكونة من الدور الأول. شوفوا ما شاء الله تبارك الله إطلالة، إطلالة طبيعة وبحر شيء خرافي. شوفوا الاستمتاع والهدوء
الشيء اللي الواحد يتمناه دائما. جلسة حلوة موجودة أيضا في البلكونة زي ما تشايفين. طقم السفرة من ضمن الصالة حاجة رافية حلوة. ما ننسى كمان عندنا تكييف موجود في كل الغرف والصالات. عندنا المنطقة هذه نقدر نقول كخزنة نحط فيها الحاجات اللي تكون مثلا كمكنسة أو أي شيء. في الدور هذا قلنا دورة مياه، يعني نقدر نقول في الدور الأول صالة مع دورة مياه. تفضلوا معنا على الدور الثاني. الدور هذا يا جماعة الخير موجود فيها غرف نوم. نجي هنا على اليمين، عندكم الغرفة هذه مع سريرها والدولاب الصغير هذا، شيء راقي وحاجة كذا كلاس نقدر نقول عليها، اطلالتها على الطبيعة على البحر. بجوار الغرفة هذه عندنا دورة مياه في الدور الثاني اللي تخدم الدور كامل. دورة مياه بالإضافة إلى الجاكوزي، عندنا المروش نظام جاكوزي. نيجي هنا الغرفة هذه، الغرفة هذه فيها سريرين ودولاب، سرير مزوج مع سرير فردي، وأيضا التدفئة المركزية كلها موجودة في كل الغرف والصالات في الفيلا ككل، وهذه الإطلالة الرائعة من الغرفة هذه. نيجي هنا على الغرفة الثالثة والأخيرة في هذا الدور، نقدر نقول غرفة نوم فيها سرير مزوج مع الدولاب بالإضافة إلى الكوميدينة أو التسليحة. وفي مخرج للبلكونة هنا صغيرة. بلكونة صغيرة في الغرفة هذه تابعة للغرفة. شوف الإطلالة الخيالية ما شاء الله تبارك. يعني مجملا ما شاء الله الفيلا هذه فيلا رائعة جدا. نطلع على الدور اللي فوق. يعني قبل شوية شرحنا الدور الثاني إنه فيها غرف، والدور الأول فيها الصالة، الدور الأخير اللي هو الدور الثالث اللي هو زي ما قلنا نظام تريبليكس فيها غرفة وحيدة هنا، نقدر نقول غرفة الأبوين. فيها سرير مزوج بالإضافة إلى مطبخ صغير مع دورة مياه منذ الكرامة، ولها هنا بلكونة صغيرة. اطلالتها على الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. تعالوا نشوف التراث اللي موجود في الدور الثالث. هذا التراث اللي موجود في الدور الثالث، تراث كبير ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المساحة كبيرة، واستمتعوا بالإطلالة. إطلالة البحر والطبيعة، وأيضا موجود أشجار الفواكه، حديقة الفيلا. فيلا من الآخر، فيلا راقية. المنطقة اللي فيها منطقة جميلة جدا، منطقة كوناكلر، أنه نقدر نشوف الطيارة زي ما انتم شايفين، يعني قريبة من المطار. الخدمات نقدر نروح ونجي فيها بالسيارة، يعني ما هي قريبة جدا أو ملاصقة للموقع، نروح ونجي فيها بالسيارة.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.